بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين. زهير المغزاوي شكون وراه؟ وشنو هو الهدف من ترشحه؟ الأسئلة هذو من الاثنين هما مشروعين بالطبيعة، واللي لقيت أنهم يتعاودوا في تفاعلات برشة توانسة، خاصة في صفحات التواصل الاجتماعي. ريت أنه من الضروري نجاوب عليهم في الفيديو هذا. ثم شكون يقول أنه ترشح زهير المغزاوي هو مجرد ديكور باش يمهد الطريق لعهدة ثانية للرئيس قيس سعيد. الأخيان هذو منحب نقولهم أنه كان من السهل علينا ندعم مرشح السلطة ونكونوا في موقع رفاهية، وبالتالي ممكن برشا بعد الانتخابات نفوضوا على مواقع ومناصب واحنا مرتاحين. لكن اللي يعرف زهير المغزاوي وتاريخه السياسي والنقابة على امتداد أكثر من 40 عام يعرف مليح أن عمرنا لا كنا ولا باش نكونوا انتهازيين ولا شهود زور، لأنه هدفنا مش مناصب شخصية ولا، وهذا سبق وأنه تعرض علينا في مختلف المراحل. واللي يعرف زهير المغزاوي يعرف مليح أنه ما يخافش، وكيف يدخل في تحدي مشروع فيه المصلحة الوطنية يكمله للأخر. هدفنا هو حلمة تجمع التوانسة في تونس أخرى ممكنة. لهذا نقول للناس الكل اللي على حسن نية واللي على سوء نية، اللي تحب تصنفنا في الخانة هذه أراكم للأسف أخطأتم العنوان. ثم ناس أخرين اللي في عوض يعطيونا الحصيلة متاعهم في الحكم بلا حيل ولا خزعبلات، ويجيوا لمواجهتنا في مناظرة تلفزية أمام 12 مليون تونسي وتونسية باش يعرفوا يختاروا على أساس البرامج والأفكار، مش على أساس التفصي من المسؤولية والشعارات وحملات التشويه اللي ما عادش توكل خبز. الناس هذو للأسف يروجوا في كذبة كبيرة عنوانها أن زهير المغزاوي نجم يكون مطية لإرجاع منظومة 24 جويلية للحكم. الحقيقة الكلام هذا مردود على أصحابه، وما ينجم كان يعبر على حالة إفلاس سياسي وأخلاقي. وإن كان نحب نوري للتوانسة أنه منظومة 24 جويلية ومنظومة 25 جويلية الزوزراء متوانسة يمثلوهم متوانسة، ومهما اختلفوا بيناتهم فإنه القانون هو الفيصل، وتونس تتسع للجميع على قاعدة المراكبة والبناء والاتعاظ من الأخطاء والتوجه نحو المستقبل، لأنه غدوة يبدأ اليوم، ولأنه التوانسة فدوا من الصراعات العبثية اللي دمرت البلاد وخلات قطار التنمية والديمقراطية يوخر. للناس هذوما الكل نحب نقوله بصوت عالي وبدون مواربة، زهير المغزاوي لا يخجل لا من تاريخه ولا من قناعاته ولا من خطه السياسي اللي هو خط سياسي مبدئي عمره لا باش يتبدل. زهير المغزاوي هو مرشح تونس أخرى ممكنة. زهير المغزاوي هو مرشح الأغلبية الشعبية في الداخل والخارج، أغلبية اليوم ولات تعاني من الخوف والترهيب اللي مسلط عليها بسبب المرسوم سيء الذكر، المرسوم 54 اللي سلب منهم المواطنة متاحهم وحقهم في التعبير والتفكير والنشاط السياسي والنقابي والمدني. زهير المغزاوي هو مرشح متحرر من الحسابات الضيقة ومن نفوذ المنظومات واللوبيات ومن قيود الإيديولوجيات. زهير المغزاوي هو مرشح الدولة الوطنية الاجتماعية اللي تضمن الحق في الصحة والحق في البيئة والحق في تعليم عمومي جيد وعصري والحق في النقل في نقل لائق ومتطور، والدولة اللي تكرس العدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية والحريات الاقتصادية. زهير المغزاوي هو مرشح في خدمة كل الأجيال والفئات والجهات. زهير المغزاوي هو مرشح كل التوانسة على قاعدة الدستور ودولة القانون والحقوق والحريات اللي نوعدهم باش نسهر على احترامها. زهير المغزاوي هو مرشح القضاء المستقل والعادل والناجز، مش قضاء التعليمات والتلفيق والأروقة بتاع زيد وعمر. زهير المغزاوي هو مرشح الأمن الجمهوري والجيش الوطني القوي اللي يحمي البلاد ويساهم في التنمية. زهير المغزاوي هو مرشح الأمل والعمل والمشاريع الكبرى اللي تنهض بالبلاد وتخلق ديناميكية اقتصادية جديدة. زهير المغزاوي هو مرشح الكفاءات والإداريين والموظفين والعمال والفلاحين والصناعيين والأطباء والممرضين والمهندسين والمحامين والأساتذة والمربين اللي أجورهم زهيدة وعموم المهمشين، لأنه ما ثماش قائد سياسي يجمعهم على مشروع عنوانه تونس أخرى ممكنة. زهير هو منتوج تونسي خالص 100%، لا شرقي ولا غربي، ولكن هو زاد مرشح دبلوماسية أخرى ممكنة، دبلوماسية منفتحة تعطي مكانة كبيرة لتونس في العالم وترافق التونسي وين ما كان وتقدم له خدمات وتحترم حقوقه كمواطن بقطع النظر على البلاد اللي عايش فيها، وتلعب دورها بالكامل في نصرة الحق الفلسطيني بقرارات وإجراءات ملموسة، مش فقط بالخطابات والشعارات الرنانة. تونس أخرى منفتحة للجميع، منفتحة لجميع الدول باستثناء
اللي ما يتسماوش تونس، اللي تتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على قاعدة المصالح والند للند بلا إبلاءات ولا شروط تمس بالسيادة الوطنية. التوانسة اللي في الخارج ثروة وطنية مهدورة، حان الوقت باش نردوهم الاعتبار ونمكنوهم باش يساهموا معانا في بناء تونس أخرى ممكنة. كيما نقول مرة أخرى أن تونس البلاد العظيمة هذه ما تنجمش تكون تابعة لحتى تحالف وتاريخها وكرامتها وشعبها ما يسمحوا لهاش باش تخدم على سياسة عند حتى حد. زهير المغزاوي هو مرشح المتقاعدين اللي أصبحت كرامتهم مهانة في بلادهم، المتقاعدين اللي خدموا وتعبوا وساهموا في بناء الدولة هذه، لكن للأسف ما همش قاعدين ياخذوا في حقوقهم كاملة، لأنه الصناديق الاجتماعية مفلسة كما تعرفوا، وما تجرى حتى رئيس دولة أو رئيس حكومة أو برلمان باش يعطيها الأولوية للإصلاح بما في ذلك اللي يحكم اليوم. زهير المغزاوي هو مرشح باش يكون في خدمة قرابة مليون بطال، هو زاد مرشح باش يكون على ذمة الشباب اللي يحب يخدم واللي يحب يملك في بلاده دار وكهرباء وقطعة أرض واللي يحب يعمل مشروع واللي يحب يعيش حياة كريمة في بلاده. زهير المغزاوي هو مرشح في خدمة المرأة التونسية اللي هي عماد الأسرة والمجتمع والاقتصاد، واللي هي ساهمت في بناء دولتنا، واللي الدولة مطالبة اليوم باش تعطيها حقوقها الكل وتحسن وضعها الاقتصادي والاجتماعي. زهير المغزاوي هو زاد مرشح الرأس المال الوطني اللي يحب يستثمر واللي يحب يساهم في خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل، واللي كبلاته التعقيدات البيروقراطية ومنظومة الفساد والابتزاز والريع الطفيلي من أجل التوانسة هذم وكل غيرهم. زهير المغزاوي ترشح باش تونس تفتح صفحة جديدة في تاريخها رغم الخيبات اللي عشناها. زهير المغزاوي ترشح زادة باش يكون رئيس وبعد فترة يغادر الحكم في إطار التداول السلمي على السلطة، يخلي أثر إيجابي كما الزعماء السياسيين الكبار حول العالم. زهير المغزاوي طموح نهار اللي باش يسلم السلطة حب يدخل التاريخ من الباب الكبير كما دخل الرئيس لولا دا سيلفا التاريخ في البرازيل وقت اللي خرجوا في حصيلته انتشال 20 مليون برازيلي من الفقر، مش بحط الناس في الحبوسات بمرسوم يضيق على حرية التعبير والإعلام وباتهام معارضين له بالتآمر من غير ما يقدم حتى دليل على ذلك. مع زهير المغزاوي تونس باش تكون للتوانسة الكل، لأنه لا خوف ولا رعب وقت السلطة تكون بيد الشعب. مع زهير المغزاوي رئيس الجمهورية المعارض يبات في داره مطمئن طالما معارضته تكون في إطار القانون، كما التعيينات باش تكون على أساس الكفاءة مش على أساس الولاء والعطايا لتحسين الوضع الاجتماعي للمقربين من العائلة ومن الحزب. مع زهير المغزاوي تونس للتوانسة الكل في إطار دولة القانون والمؤسسات، تونس الكفاءات مش تونس الهواة، تونس البناء مش تونس الهدم، تونس الناجحة مش تونس الفاشلة، تونس الرقمية مش تونس الورقية وتونس أرجع غدوة، تونس الذكاء البشري والاصطناعي كذلك مش تونس التكلس الفكري والعجز السياسي. مع زهير المغزاوي رئيس الجمهورية يكون موظف في خدمة التوانسة الكل، المعارضين قبل المساندين، مش رئيس فوق المحاسبة، رئيس يسمع نبض الشارع وينفتح على الإعلام وعلى النقابات والأحزاب والمجتمع المدني ويقبل بمبدأ المساءلة، رئيس يجمع ولا يفرق، رئيس صارم في احترام القانون وفي احترام حقوق المواطنين مهما كانت مرجعيتهم السياسية أو الفكرية، مش رئيس متاع منظومة منفصلة على الواقع. المجد للشهداء والعزة للوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.